كابتن حمزة، قائمة المنتخب الوطني شبيه من وجهة نظرك الفنية كمدرب، هل هم الأفضل لتمثيل العراق في هاتين المباراتين؟ هو أشوف هو ذكي، يعني كان سعد ذكي، عرف وقرأ كل اللاعبين ويعرف إمكانياتهم، ولهذا يعني هي نفسها ترى يعني ما تغير في شيء باستثناء هؤلاء اللاعبين اللي استدعاهم لسبب زيدان وداني اللي عندهم اصابه، اما لو ما موجوده الاصابه كان نفس القائمه والاستقرار موجود. يعني اما مثلا اللي يتكلمون في كل قائمه تظهر تبدي لازم اكو وجهات نظر، ما يصير تصير اكو اعتراضات، ما يصير انت ماكو ليش اعترض؟ ما اعترض، انا مدرب اليوم انا اتحمل هذا، شنو اعترض؟ شيء يعني لا حد يطلع ويقول لي اني مثلا فلان لاعب وفلان لاعب ويجي يتفلسف براسي، ما كل يوم انا اليوم هاي قائمه تمثل العراق، احترم المدرب واحترم القائمه وادعم اللاعبين. ممتاز، خلاص نختار راس سطر، يعني بعد ماكو يجي واحد يقول لي فلان فلان فلان، ماكو فلان فلان، اليوم هاي القائمه هي راح تمثلني في مبارتين، احترم قرار المدرب واحترم اللاعبين، وقائمه بالعكس نفس كل الاسماء اللي موجوده هي اسماء متواجده في اغلب الاستدعاءات. اكثر الاعتراضات صارت كابتن سامي حول او بشان عوده احمد ياسين الى القائمه، انت شلون